ما شاء الله. الطير ما يعود ولي 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 فلي فلي ما شاء الله. يا اخوان الطير حمامه حمامه ما يعود ما شاء الله تبارك الله. 500 ريال 500 ريال 500 ريال 500 ريال 500 ريال حرج واحد حرج واحد يا اخوان. 500 ريال 500 ريال يا اخوان. يا اخوان والله ما بعت الا محتاجه والله ما بعت الا محتاجه والله ما بعت الا محتاجه. هذا جوال يا اخوان انا ليس على 1800 يا اخوان. 300 ريال 300 ريال 300 ريال. خلي القطايف ترقد هنا. ايوه خلي القطايف ترقد يا حبيبي. يا ابو نهار 300 ريال 300 ريال يا ابو نهار. السلام عليكم. الله يسعد صباحكم بكل خير. حياكم الله من حراج الطيور والحيوانات في المدينة المنورة، تحديدا حلقة الخضار. شايفين هذه المحلات كلها اللي على اليمين وعلى اليسار كلها محلات يعني مختصة ببيع الحيوانات وبيع الأعلاف، أعلاف الحيوانات هذه ما شاء الله. طبعا بالإضافة إلى أنه في سوق صغير في هذا المكان للتحريج وبيع، اللي عنده أي شيء حابب أنه يبيعه يجي على هذا المكان ويبسطه والله يبارك للجميع. في نظام تحريج مزايدات ثم تقف البيعة على أعلى من يدفع مثل ما شاهدت قبل قليل. هذه بعض المحلات، لعله كذا ندخل على أحد المحلات ونصور عنده إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا اسمه إيش هذا الطير هذا؟ اسمه المينا. المينا. أنت من شوي سمعت تقول إنه بيتكلم هذا. بيتكلم. أنا تعود عليك تتكلم. ما شاء الله. هذا امر لي عليه الجوز. هذا بكم هذا الجوز؟ لا لا انا اعرفه احطه لحاله. امر لي عليه بس. هذا الجوز بكم هذا الجوز؟ 300. كم اعماره الان؟ شهر واسبوع زي كذا. هذه كلها نوع واحد ولا تختلف؟ كروانات. كروانات. بس هذا البين وهذا التيل. انا والله معلش ما افقه في الطيور بس يعني حب حب استطلاع. زي البشر. ايوه زي البشر. طيور عافية. وهذه سلاحف النينجا. هاي على كم الحبة هذه؟ 100. هذه كيف؟ ايش تاكل هذه؟ خس. اعطيها خس ولا ما في خس؟ خلص الخس؟ لا ما في اصلا خس. افا طيب. خسها كبيرة. يموتوا بعدين. ما شاء الله. هذه نايمة ولا ميتة؟ اللي هنا. خسها كبيرة ضخمة. دي؟ ايوه. هي نايمة. خليها نايمة. انت كيف نايمة؟ صورة ولا سناب؟ مقطع فيديو. مقطع فيديو بحسيته. لا ايش اللي ها؟ بابا الصورة بخمسة. حلو. السناب السناب بعشرة. ايوه والمقطع والمقطع بخمسة. يعني كل واحدة لها تسعيرة. هذا يتكلم هذا ولا؟ لا تتكلم. ايش نوعه هذا؟ هذا مزن. طلع من الدار. بابا طلع. كم سعره هذا؟ 1500. هذا ولسه ما يتكلم، كيف إذا تكلم؟ حيصير سعره 5000 ب 5000 بعد 6000 ب 6000.
والله يا شريف امسك احد امسك ما تبغيها؟ لا انباعت والله كلها مبيوعه؟ لا لا لسه عن بريه هذه ما هي برمجه هذه من امور لا السلام عليكم تسمح لنا نصوره؟ بس نصور هاي طيب عقاب هذا هذه عقابية واللي تحته سحلية واللي لا لا ورد 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 اه ورد ايه كم سعره ذكر ولا انثى ولا ايه ولا كل واحد هو لا لا هذا ذكر هذا ذكر ايه بيختلف سعره اذا كان ذكر ولا انثى ولا والله ما عندي خبر ما عندي يستفاد منه شيء هو يعني ولا بس منظر والله شوف هو تستفيد منه يعني اللي بيربيه يخليه يصيد لا يصيد هذا يصيد ترى ما شاء الله سعره كم سعره والله انا ببيع باللي يجيب يعني حدودك 100 ريال 100 ريال هذا بقفص ينحط ولا كذا لا لا كذا ما تحط بقفص خليه كذا كذا بس لازم ترمي له حمام ترمي له شيء ياكل ما شاء الله الله يبارك لك يا رب والله هذا ما ادري حصلته عندي هناك ومسكته قلت خليني ابيع هو ضب لا ولا لا مو ضب ورد 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 اذا انباع انباع ما انباع ارجع البر ان شاء الله انباع نرجع مرة ثانية لسلاح النينجا شوف سبحان الله كيف تدخل وجهها في غشاء رقيق في وجهها شو هذا سبحان الله خلاص بس نكتفي بهذا القدر طبعا هنا في بيض بلدي هذا الصف كله يبيعوا في بيض بلدي تمام الصفط بتقريبا 25 ريال صفط كامل توقع في 30 حبة تقريبا ايوه 30 حبة الموقع حلقة الخضار والفواكه كنا ايضا صورناها من قبل وهذا دعاء دخول السوق نختم به كان مفروض اول ما ندخل نصور لكم اياه هذا البط الذكر الحبة على 60 ريال وهنا الانثى البيضة وهذه على 100 ريال بيته كبير ما ادري ايش وعنده العاب وملاهي وشغل هذا بيع مع قفص ولا من غير قفص هذا مع قفص ولا من غير قفص ما يبيع هذا قفص هذا انتاج كم سعر هذا فلوس 300 هذا انت هذا ممكن عمره شهرين ثلاث شهور هذا بس كسلان سلام لا لا ما لي في الطيور انا لا مين؟ قام الكسول شكله مرة كسول هذا يستاهل 300 أنا نشيط ما شاء الله ماذا ما
ادري عنه. كمان انثى. اشكال طبعا انا لا افقه شيء في الطيور، في الحيوانات مجملة ما افقه فيها اي شيء. اصواتها جميلة. بس هذا البيت تبع هذا الصغير تحفة. عندك كرتون علي؟ عندك علي كرتون؟ كرتون يا علي. هو قاعد يطالع الدجاج هذا. هذا الغضبان، البس الغضبان. هذا الأليف. هذا من شكله بين ذكر يعني ما مالي عارف. شوف. يشم يدي ريحتها بسة ثانية. هو مستغرب من الريحة.